الكوت اليوم الساعه السالف ما مش ناس تعرف الله وين يصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة رافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام إحياء الذكرى الثانية للتظاهرات التي انطلقت في 25 من تشرين قبل عامين، والتي شهدت أيضا قمعا حكوميا شديدا ضد المتظاهرين، أودى بحياة الكثيرين، وطبعا كانت هي الحصيلة الإجمالية أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30 ألف جريح من متظاهري ثورة تشرين منذ انطلاقها في الأول وحتى استمرارها طبعا لغاية هذه اللحظة. هناك اعتقالات، هناك تغييب، هناك اغتيالات من قبل ميليشيات لكل من يعارض الطبقة الحاكمة في العراق والأحزاب الفاسدة، ولكل من خرج للمطالبة بحق مشروع كفله له دستور العملية السياسية الذي وضعه الاحتلال وصادقت عليه هذه القوى، الذي يكفل أيضا حرية التعبير عن الرأي. لكن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي تتظاهر اليوم للمطالبة بالكرسي، للمطالبة بالمقعد البرلماني، للمطالبة بالمناصب والامتيازات، التي تتحدث أنها خرجت بشكل حضاري كما يقولون، لم تتقبل فكرة أن يخرج آخرون للمطالبة بحقوق مشروعة، للمطالبة بالعدالة، بالمساواة، للمطالبة بالنظام والقانون، للمطالبة بحياة آمنة بعيدة عن هذه الأجواء المشحونة الطائفية المثيرة للصراعات، للمناحرات، الميليشيات المسلحة، بعيد عن هؤلاء الفاسدين. نؤكد هنا مشاهدينا الكرام أن طبعا ثورة تشرين خرجت لإسقاط هذا النظام أولا وأخيرا، وتأتي بعدها مطالب كثيرة، لكن الأساس كان إسقاط هذا النظام، حل البرلمان، إنهاء العمل بهذه العملية السياسية والأشخاص الموجودين، ثم بعد ذلك يتم إجراء انتخابات بإشراف أمامي وتكون نزيهة وعادلة وشفافة، ولا يوجد فيها ضمن هؤلاء المرشحين أو ضمن مرشحيها هؤلاء الفاسدين. لكن هناك بعض الحديث طبعا اليوم يدور عن أنه بعض من ينتمون إلى ثورة تشرين ذهبوا وشاركوا في هذه الانتخابات. تأكيد الثوار أن هؤلاء الذين يتواجدون في أو تواجدوا في الانتخابات وحصلوا على مقعد أو مقاعد بغض النظر، هؤلاء لا ينتمون إلى ثورة تشرين ولا علاقة لهم بها، لأنها خرجت لهدف لم يتحقق، وبالتالي من يتحدثون عن تمثيلهم لثورة تشرين هم بعيدون كل البعد عن هذه الثورة. نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مقطع لتحشد كبير من المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية استذكارا لانطلاق ذكرى احتجاجات تشرين، لنشاهد. نتابع أيضا سريعا مقطع آخر في محافظة واسط لتجديد المتظاهرين مطالباتهم بمحاسبة المتسببين بمقتل المتظاهرين إبان التظاهرات التي انطلقت في تشرين من عام 2019. مش ناس تعرف الله وين يصير،
ابو ممدوح بس يا حيف صاروا على المذهب عار. مشاهدينا الكرام، نطرح تساؤل بخصوص قتلة المتظاهرين. جاء الكاظمي ووعد بمحاسبة قتلة المتظاهرين وانتهت فترة حكمه، والآن هو يدير المرحلة الانتقالية ويدير حكومة تصريف أعمال كما تسمى، ولغاية هذه اللحظة لم يتحقق مطلب ثوار تشرين والجماهير العراقية بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عنهم. وسيذهب الكاظمي وسيأتي غيره ولم يحاسب قتلة المتظاهرين. متى سيحاسب هؤلاء؟ ألم تكفي الحكومة هذه الوعود؟ أليس بالنسبة لها الموضوع أصبح يعني مكشوفا ومفضوحا للرأي العام العراقي أنها تعد العراقيين ولا يوجد تنفيذ؟ ننتظر طبعا مشاركاتكم للإجابة على هذا التساؤل. وهناك أيضا نود منكم أن تبدوا رأيكم بما حدث أو بهذه الذكرى، للذكرى الثانية لانطلاق تظاهرات 25 من تشرين التي شهدت قمعا حكوميا وحشيا ضد المتظاهرين. طبعا هي شهدت منذ الأول، لكن اليوم أيضا نتحدث لأنه كان يوم 25 هناك كثافة عددية بالنسبة للمشاركين في التظاهرات بشكل كبير في المحافظات العراقية. أبو علي النجفي من لندن، تفضل حياك الله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي، أول شيء أحيي ثوار تشرين الأبطال. نعم. يوم الذكرى الثانية من ثورة تشرين، والله يرحم شهداء الثورة، شهداء تشرين الأبطال، والله يشفي جرحى ثوار تشرين الأبطال. بالنسبة للكاظمي فقط وعود بوعود، يعني سمعنا وعود كثير لحد الآن ما حد، يعني الكاظمي ما طلع لنا واحد من القناطين ومن قتلت ثوار تشرين الأبطال. هذولا كلهم لصوص مجرمين، قتل كاظمي، مالكي، عادل عبد المهدي، العبادي، كلهم مجرمين، قتل واحد مستتر على الله. والشعب العراقي لا ينتظر من هؤلاء الزنادقة، حشد سامع، من هؤلاء الزنادقة العبيد الخونة الإيران ينتظرون يطلعون من قتل ثوار تشرين، خلي ينسون هذا الشيء. أنت حضرتك ذكرت في اتصال سابق، أنا أتذكره وكان معي، أنه قلت اللي اليوم دي يتظاهرون على أسوار المنطقة الخضراء ودي يريدون يقتحموها هؤلاء الميليشيات الذين يسعون للحصول على المناصب، ذولا هم القناصة وذولا هم الطرف الثالث. طيب، العراقي المواطن العراقي البسيط يعلم أن من استهدفه في ثورة تشرين هم الميليشيات، هي الميليشيات وهذه الأحزاب التي توصف اليوم بأنها هي الطرف الثالث وهي القناصة. هل يعقل بأن الحكومة صاحبة الأجهزة الاستخباراتية والعمليات الاستباقية وغيرها من هذه الأفلام الهوليوودية اللي يستعرضون بها على العراقيين عضلاتهم بدمرنا وكر لداعش وما أدري شنو، معقول أنهم ما يقدرون يلزمون هؤلاء أو يعرفون أنه هؤلاء هم القناصة وهم اللي قتلوا المتظاهرين واللي سفكوا دماءهم؟ أخي، معروفين من القناصين. معروفين القناصين، معروفين من الحشد الإرهابي السستاني الإيراني. القناصين من حسن نصر الشيطان، القناصين من الكاظمي، القناصين من المالكي، معروفين من القناصين. بس شنو، من يجي يحكم؟ من يجي يحكم؟ من يجي يحكم؟ هي المحكمة كلها بيديهم. الدولة كلها بيديهم، السلاح بيديهم، المال بيديهم، من يجي يحكم؟ بس أنا أقول اليوم صارت حالة في السودان. الشعب السوداني هذا البطل، أسبوعين بقى بالشارع، اليوم سقطت كل الحكومة. وعبد الفتاح البرهان اليوم استقال المجلس العسكري، واستقالت الوزراء كلها، لأنه ليش؟ بالسودان ماكو قطيع وعبيد الأحزاب وعبيد وقطيع المرجعيات. بالسودان ماكو عملاء خونة الإيران. بالسودان ما عندنا جارة السوء، جارة الإرهابية الداعشية هي إيران. الشعب السوداني واحد،
التصور بالعراق يعني ما صار بكل العالم ها بالنسبة للحشد وغير الحشد وهذول الإرهابيين الدواعش الأحزاب أموالهم وخيراتهم وكل ده يأكلون من العراق وولاهم الإيران. أنا ما أعرف شنو هذا الولاء. نعم. هذا الولاء شنو هذا الولاء؟ بس إن شاء الله سيسحقون. وشوف يا أخ محمد شوي طولت عليك، شوف الفرق بين ثوار تشرين اليوم أي. ها وبين متظاهرين ثوار تشرين وبين متظاهرين الطرف الثالث العارف الخضراء. شوف إيش قد الفرق، يعني مبين دولاك متظاهرين الأحزابهم قطيع أغنام الأحزابهم والأسيادهم وهؤلاء طيب. الثوار الأبطال ها صاروا على مود وطنهم وصلت على مود بلدهم. وصلت الفكرة يا أبو علي النجفي من لندن، أشكر حضرتك. سؤال مهم، اليوم أصغر واحد مشارك في ثورة تشرين أو شارك فيها من المتظاهرين أشبال شباب، بعضهم حتى لم يبلغ السن القانوني، لكن إذا جئت إلى شخص منهم وسألت عن السبب الذي يدفعه للخروج في هذه التظاهرات سيعرف ماذا يقول. هو يعلم حقيقة الأمر الذي دفعه إلى الخروج، الحياة الصعبة، الانهيار الأمني، الأزمة الاقتصادية، نظام تعليم منهار، نظام صحي منهار، لا خدمات لا وظائف، غيرها من هذه الأمور الكثيرة التي يعاني منها الشعب. فهو قريب، المواطن قريب ويعلم ماذا يريد. وبالتالي إذا سئل أحد من المتظاهرين الشباب في ساحات التظاهر، وسئل الكثيرون طبعا وحتى قبل التظاهرات، هناك كان أطفال وعرضنا طبعا مقاطع لهم، يعلمون ماذا يريدون، يعلمون ما هي مشكلة العراق. لكن الفضيحة بالنسبة لهؤلاء الذين يتظاهرون اليوم من الميليشيات للمطالبة بالمناصب، سئل كثير منهم عن السبب الذي يدفعهم إلى الخروج، لا أحد يعلم، بل كثير اعتذر عن الإجابة. لهم أصحاب قضية فعلا، ألا كانوا يواجهون وسائل الإعلام وينطقون بكلمة قوية ويقولون بأن هذا حقنا ونحن جئنا لأخذ حقنا؟ لكن اتضح الفرق ما بين، مثل ما قال السيد أبو علي، اتضح الفرق ما بين هاتين التظاهرتين و يعني شتاني بينهما. أبو عراق من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية حب إلى المتظاهرين جميعا، تحية حب لأمهات الشهداء، تحية حب لأطفالهم. أستاذ محمد تكلمت تقول لازم يحاسبون، الحساب ما راح يكون حكومي، الحساب راح يكون الشعب نفسه راح يحاكمهم. نعم. واصبر الايام قريبه ان شاء الله. نعم. استاذ محمد بالنسبه للمتظاهرين هذا فخر واحتجاج. نعم. فخر الامهاتهم، فخر لابائهم، وهذا راح يسولف بها جيل الجيل. هاي ثوره ضد ايش حكومات، حكومه عمي هاي حكومه ظالمه. نعم. حكومة ولاها حقوق ما حاجة نتكلم عنه. أما هسه تسأل تقول ليش ما الحكومة، هي الحكومة هسه ما تطلع على دول اللي شايل سلاح. ليش طلعت القناصين على اللي شايل علم يطالب بالوطن؟ نعم. مو دول هسه اللي عبروا الحاجز تطلعون تحشر وياهم. نعم. دول الميليشيات نفسهم هسه يمكن موجودين، هم اللي كانوا الطرف الثالث اللي كانوا يقتلون بأخواننا المتظاهرين. نعم. تطلع أنت يا الكاظمي، تطلعون أنتوا النواب. أمي نواب إيش دولة؟ والله دولة مهزلة مهزلة. سيد أبو عراق، أريد أسألك، الكاظمي على تويتر متحول إلى ناشط سياسي، يقول قبل الانتخابات حققنا حلم المتظاهرين العراقيين وقمنا بتحديد موعد الانتخابات المبكرة ومن هالكلام. هل كان العراقيون ينتظرون في هذه الانتخابات وبعد هذه الدماء التي سالت وبعد لغاية اللحظة المجرم طليق لم يحاسب أنه يأتي الصدر والعامري والمالكي والحلبوسي وغيره من هاي الشخصيات يشاركون في هذه الانتخابات؟ هل هذه نتيجة الدماء ونتيجة التضحيات أنه هم نفسهم يرشحون مرة أخرى، الفرق بس أنه غير موعد الانتخابات؟ أستاذ محمد. نعم. هي أساس الحكومات المتعاقبة كلها مهزلة بمهزلة. يعني هو ما يطلع حتى ذلك يريد يشفي غليل أمهات الشهداء ويشفي غليل المتظاهرين، ما يطلعهم يحاربون،
يحاكمون ويحاكمون ذول اللي كانوا قناصين. ليش؟ يعني ضميره مرتاح هسه هو؟ وين راح دمهم ذولا؟ وين راح دمهم؟ فيكفي فخر الشعب العراقي استاذ محمد اذا سمحت. تفضل. يكفي فخر للشعب العراقي انه ما طلع ما حد يقول لك 20% 40% ترى ماكو هيك. نعم. بالنسبه للانتخابات ترى الله وكيلك الشعب العراقي ما بقول لك 10 اقل من 10% طلعوا. نعم. هاي انتصار الشعب، انتصار الشعب انتصر عليهم. شوفوا بعد لحد الان. نعم. الاخ قبل شويه يقول السودان، عمي احنا صبرنا طويل بس والله ورا الصبر هذا راح يشوفون شيء ما شايفينه قبل، والله لا ينسحون بالشوارع. طيب. لان هذا الدم ما يروح هيك الحال استاذ محمد. صحيح. والله بحيل الله ما يروح هيك. سيد ابو عراق اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه ويانا السيده ام وسام من الطارميه. تفضلي يا ام وسام. سيدة أم وسام موجودة؟ فقدنا الاتصال. أم محمد من ديالة، تفضلي يا سيدة أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لـ 25/10 انتفاضة تشرين العظيمة. نعم. اللي حاولت الأحزاب تقمعها ما تقدر، لأن هي راسخة دم، راسخة دمنا، راسخة فكرنا، مستحيل يقدرون يشيلونها. نعم. ولو ما القمع مالتهم ونطلع كل اسبوع ما بقى منعتهم واحد. بس هم لان هم شبكه مجرمه وقائد السلطه فما يخلون احد يوصل صوته. شلون لا تساكتين على ذول اليوم اللي دي يتظاهرون قدام المنطقه الخضراء دي يقولون احنا اصحاب حق ودريد المناصب دريد الاصوات؟ احنا هم جان قارن اخوي، احنا هم نقارن. ليش في المظاهرات من طلعه وصار بها قمع؟ ليش هذول حامينهم وحافظينهم ما حد يقدر يندق بهم؟ لا عندهم احزاب. برايك ليش يا ام محمد؟ ليش لان عندهم احزاب؟ ليش ثوره تشرين عمل هي توصل صوت الفقير وصوت الثاني؟ لان هي ثوره وطن. نعم. قمعوها لان هذول عندهم احزاب، يعني شغله واضحه. سيده ام محمد، ابو علي من لندن قال انه ذول اللي دي يتظاهرون هم ذول اللي قمعوا المتظاهرين، هم ذول الطرف الثالث، هم القناصه اللي الحكومه اليوم بدها تتستر عليهم وبدها تحميهم. تعتقدين انه هذا الكلام صحيح؟ انه ممكن هم يكونون ذولا اللي تورطوا بسفك دماء المتظاهرين؟ احنا ما نقول ذولا او غيرهم، اكو تحقيقات وهي تثبت، بس مستحيل قتلت المتظاهرين ما حد يعرفهم، مستحيل. نعم. لان حكومه واستخبارات، هو نفسه الكاظمي ما كان هو مدير الاستخبارات شلون ما يعرف قتلت المتظاهرين؟ وين العد؟ وينه؟ ما يقدر الاحزاب شبكه عنكبوتيه، يعني ما تخلي احد يتنفس. نعم. لا عاد هسه شنو اللي تغير بهاي الانتخابات اذا بعدها الشبكه العنكبوتيه نفسها موجوده؟ هاي الانتخابات هي اصلا ما بها مشاركه، انا بالنسبه لي شاهد عيان، المدرسه رحت انتخبتها بها 5 سفرات ما يطلعون، انا المدرسه انتخبت بها. نعم. انت انتخبتي يا ام محمد؟ والله لا. ها؟ انت شاركتي؟ انتخبت مستقل، ابد ما انتخب الاحزاب بعد، مستحيل. بس كانت اكو حمله مقاطعه يا ام محمد. والله رحت اقاطع. بس على مود دم الشهداء رحت، قلت بركت انتصرناك مستقلين وطلع لنا دم ثورة تشرين وشهدائنا اللي راحوا شباب جوا التراب، والله على مود هاي رحنا. طيب. سيدة محمد اشكر حضرتك، نعم اشكر حضرتك شكرا جزيلا من ديالة. اللي صار يا ام محمد، بالنسبة لك يعني هذا الكلام ما راح يغير شيء، لكن يعني كانت هناك دعوات لحملة مقاطعة كبيرة من الشعب العراقي، وكانت رسالة العراقيين اللي رادوا يوصلوها واللي وصلت طبعا، أنه إحنا قد ما يكون بالنسبة لنا مقاطعتكم حتغير من الحقيقة، من موضوع أنه فوز لهاي الكتلة أو خسارة ذيك الكتلة، لكن هي رسالة تكفي للداخل والخارج أن الشعب العراقي رافض لهؤلاء. الشعب العراقي لم يذهب للانتخاب لأنه رافض ومقاطع لهذه المهزلة اللي تسمى العملية الانتخابية بوجود هذه الأحزاب. المقاطعة ما كانت أنا أقاطع الأحزاب الفاسدة حتى أروح أنتخب مستقل، وقلناها سابقا ما قيمة أن يأتي شخص مستقل وطني في ظل وجود هذه الشبكة العنكبوتية من الفاسدين، الدولة العميقة التي رعتها هذه الأحزاب ونمتها، الميليشيات التي تصفي أي شخص وإن كان حتى مسؤول في الدولة، ضابط كبير بغض النظر لديها القدرة والصلاحيات على اغتيال أي شخص يعارضها في التوجه.
فكيف بالمستقل أن يستطيع أن يعمل؟ وبالتالي كانت هذه هي الدعوات. أبو داود من كركوك تفضل. السيد أبو داود، السيد أبو داود من كركوك فقدنا اتصال. عندنا تحسين من بابل، تفضل يا تحسين. السيد تحسين من بابل. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أخويا أولا تحية لجوار تشرين وتحية لجوار الحبوبي وأنت لاما لهم إن شاء الله. نعم. أولا التي مارس أعمال القتل للأبرياء من المتظاهرين والناشطين هي هذه الميليشيات الحمد الشعبي وميليشيات الصدر، هذا المجرم التافه التي بادر بقتل أعداد كبيرة من الناشطين من ثورة ساحة الصغرين في النجف وفي ساحة المطر في بغداد التي وميليشيات فصائل الحج الشعبي المجرم التافه التي بادروا الميليشيتين التي بادر بقتل الابرياء وما زالوا لحد الان بادر بقتل الابرياء من المتظاهرين والناشطين. نعم. هناك التي بادرت بها ميليشيات هذا المجرم التافه بدون تجاوز، بدون تجاوز يا سيد تحسين. نعم. يعني انتقد لكن دون تتجاوز لو سمحت. نعم. سيد تحسين. فقدنا الاتصال مع السيد تحسين. السيد أبو وهاب من النجف، تفضل. السيد أبو وهاب فقدنا الاتصال معه. طيب مشاهدينا الكرام، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أكدت أن الثورة مستمرة حتى إسقاط نظام المحاصصة الطائفية. يعني الثورة أهدافها لم تتحقق، يعني الثورة لم تصل إلى المرحلة التي نقول بها أنه خلص اكتفينا ونبدأ الآن نشارك بالعملية السياسية أو تبدأ الثورة تخرج مرشحين. وبالتالي كما قلنا في بداية الحلقة، هؤلاء الذين يقولون بأنهم المستقلون التابعون لثورة تشرين لا علاقة للثورة بهم، لأن الثورة لم ترغب بأن تشارك، أو المتظاهرون العراقيون بشكل عام الذين هم جزء من ثورة تشرين وحتى من هو مع هذه الثورة ولكن في البيت بقى لم يرغب بأن يشارك في انتخابات فيها هؤلاء، والدليل نسبة المقاطعة. وبالتالي من طرح نفسه على أساس أنه يمثل الثوار أو أنه جاء من ثورة تشرين، هذا لا يمثل الثورة بأي شكل من الأشكال، لأنها لم تكن أصلا من الأهداف المطروحة أو المساعي التي وضعت من أجل أن تتحقق ضمن أهداف ثورة تشرين. معنا اتصال. أبو علي من الناصرية، تفضل. الله يحفظك، شلونك أبو جاسم؟ حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا. الله يخليك حاشم شافك. الله يحفظك، كل الهلا يا أبو علي، تفضل. والعراق محتل. نعم. محتل يعني بين إسرائيل وبين أمريكا وبين الميليشيات، زين، وبين الطاغيين وبين المراجع الدينية هاي الفاسدة. طيب. فالعراق يعني المظاهرين التشرينيين ما يقدرون وحدهم، يعني هم خطير، يعني دولة أي؟ يعني السلاح المنادي ماكو، هم عدم، هم حاطينه للمظاهرين، هم ذول الميليشيات، هم ذول الميليشيات الظاهروا الباب الخضراء، ها هسه ذول من الظاهروا شو ما حد وصلهم، يعني لا أكيل، ها لا قبعات زرق، لا قبعات الزرق، يعني هم ذول يندعون بالوطنية. نعم. ويندعون العراق، هذول مو عراقيين عم، هذول تابعين لإيران. ومن تحكي تصير انت مو غاشاتمي، ذاك اليوم هذا ماكل مليش أبو المقاومة اللي يقول يعني
بدر ها قل له انت لا صاحب مقاومه قل له يا القوام والاحتلال اول واحد ابو علي القوام والاحتلال الجيش اللي الجيش السابق اول ما الناصريه مقاومه الجيش الناصريه ها هي والبصره انا شريت بالجيش السابق زين قل له هذا العامر صار مقاوم يا ابو علي هذا العامر اليوم اللي يريد يحرق العراق على مود المناصب كان مقاوم لعد كان يسوي يا ايران بالثمانينات اقول لك شوف ابو جاسم احنا العموجه ايران دينا ما طب العراق ماكو انطلع الامريكان يعني احنا معروفين ها الباله والمقوار ها الباله يعني ماكو احد ما يعرفنا احنا شنو ما نقدر احنا ناس اقوياء عراقيين ها معروفين زين زين احنا وصلنا لاسرائيل احنا ما الواحد يزعلنا وشنو ايران يعني؟ طيب يعني سيد ابو علي اليوم الموجودين ضمن يعني انا اسال هل معقوله بانه ثوره تشرين اهدافها هي كانت بقدوم الصدر والمالكي والحلبوسي للحكم مره ثانيه؟ يعني هل معقوله بانه هذه الثوره التي قدمت تضحيات نتيجتها انه ذولا يفوزون مره ثانيه او يبقون بالحكم بغض النظر هم جاوا عن طريق انتخابات مزوره اصلا، لكن انه هم ذولا اللي يبقون بالحكم، هل هاي الدماء اللي سالت شباب ومصابين ومعوقين وبالنهايه بعد يبقون ذولا يستمرون؟ سيد ابو علي شوف انا سمعت ابو تفضل أو كذا شو أحنا جلادي شعب ما يخاف إحنا محتاجين إيران شوف إحنا معروفين الثورات إحنا معروفين شين إيران إحنا مو وصلنا الحين زين قل له هو هذا أبو المقاومة زين نصيح قل له تقاوم يا أمي تقاوم الشعب العراقي قل له أبو علي مقاوم الاحتلال مقاوم زين الجيش السابق زين بالسقوط الناصرية والبصرة مقاومة غير قاومة ها 11 و15 يوم قاومة ابو علي مثل ما هم قالوا على شباب عمرهم 15 سنة بعثيين اللي طلعوا بتظاهرات ثورة تشرين اللي هو اصلا انولد وراء ما تم احتلال العراق وتم اجتثاث البعث قالوا على المقاومة العراقية قالوا 4 ارهاب عليهم وموجودين هواي منهم بالسجون والمعتقلات لعبوا بالمفاهيم وحاربوا الوطنيين ذولا اللي يقولون على انفسهم اليوم مقاومه هذول ابو جاسم خلنا خدمك هذول يخافون من ايران من طبت احنا ماكو طبت لينا قاموا يخافون وصاروا وياهم قاموا يخافون من السلاح الايراني من طبت لينا احنا من طبت امريكا ابو الميليشيات لينا فذولا قاموا يخافون من يدافعون لايران قاموا تدري شنو ايران من تسقط ويا من يصيرون انه بيصيرون لوقيه هذول منافقين هذول شوف لا بيهم حظ لا غير عدو لا عمل انساني لا دين ها نعم. يعني لا عدو مطن ذولا وصلت الماء وصلت الفكره يا سيد ابو علي من الناصريه اشكر حضرتك للمشاركه ويانا السيد ابو محمد السلام عليكم استاذ ابو احمد من بغداد تفضل يا ابو احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شلونك الله يحفظك الحمد لله تفضل بخصوص الحلبي الشعبي بس أتمنى يعني لا يصير تجاوز ولا كلام منا مننا تفضل أخذ راحتك أخذ راحتك وأجاوبه وأسئلك جاوبني والله ما أقطع الخط عليك أبد طالما الموضوع طبيعي تفضل بدوة قلبك اللي يتهمون الحشد نعم قالوا الحشد يجتوي الحشد شنو يعني القطر بي شلون؟ الحشد القطر بي ما راحت هجرة بس لأنه سيد أبو أحمد حتى بس أنه لأن الصوت شوية بخلل أنت حضرتك سألت قلت الحشد بشنو قصر؟ أبو أحمد ايوه انت 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 حضرتك سالت قلت الحشد بشنو قصر ده تطرح هذا السؤال اي الحشد شنو قصر بيه طيب بعد اي يعني هسه جاي عامون ايش الحشد اللي حرر من بغداد
الحد ما وصلنا الدار. طيب انتم ما وصلتوا اصلا، ما طبيتوا شمال العراق؟ والله العظيم بالذات اخر واجب بالذات. طيب اريد اسالك، اريد اسالك سيد احمد ابو احمد، حضرتك حضرتك الان ده تطرح موضوع ونقاش ما بيه شيء، اخذ وعطى. هل معقول انه العراقيين اللي اليوم بدنا نشوفهم بالشوارع اللي في كل مكان تظاهروا ثورة تشرين وبالالاف عشرات الالاف مئات الالاف نزلوا الشوارع، هل معقولة لما اتهموا الحشد ميليشيات موجودة داخله، فصائل موجودة داخله بانه استهدفت المتظاهرين، بانه هي اللي قامت بتهجير العوائل من المحافظات المنكوبة وتدمير هذه المحافظات بحجة محاربة داعش وسوت كثير من الانتهاكات، هل معقول العراقيين ذولا كلهم يجمعون على خطأ؟ معقولة كلهم متفقين يتبلون الحشد؟ يعني اللي هالدرجة الحشد ذولا ملائكة ما ارتكبوا أخطاء؟ تفضل يا أبو أحمد. سيد أبو أحمد، أبو أحمد، أبو أحمد، احنا نعرف انه المشكلة بالاتصال مع هذا، عندي اتمسك بهذا الاتصال حتى لا تقول قطعنا. سيد ابو احمد، فقدنا الاتصال، ارجو منه لحظة، ارجو منه انه يعاود الاتصال مرة ثانية. السيد ابو احمد من بغداد، وهناك بعض التساؤلات حقيقة اللي ارغب بطرحها عليه بخصوص موضوع الحشد. العراقيون مثل ما قلنا رافعين شعارات وهتفوا ضد هذه الميليشيات لأنها سفكت دماء العراقيين، ومجزرة السنك شاهد ودليل على ما فعلته هذه الميليشيات في العراقيين في بغداد وغيرها من المحافظات، طبعا غيرها من الكثير من الانتهاكات. ثم بعد ذلك أيضا نتحدث، أسأل عن بعض النقاط اللي كانت هناك إدانات دولية لهذه الميليشيات، دولية يعني مو عراقيين دي يقولون، لا دول العالم بمنظمات دولية وأمم متحدة وغيرها تحدثت عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها هذه الميليشيات، هذه الميليشيات التي اليوم كان الهدف من خروجها أصلا هو محاربة داعش. طيب خلاص، في 2016 تم إعلان ما سمته حكومة العبادي النصر على داعش وتحرير العراق، لماذا تستمر هذه الميليشيات بالبقاء؟ لماذا ترفض الميليشيات تسليم سلاحها إلى الدولة عندما تم طرح هذه الفكرة من أكثر من رئيس حكومة من زمن عادل عبد المهدي، من زمن العبادي حتى قبل عادل عبد المهدي؟ كان وقتها أبو مهدي المهندس، وهناك مقطع متداول وبإمكان الجميع أن يرجع لليوتيوب أعتقد موجود، قال بأنه حتى لو جاءنا أمر من رئيس الوزراء بتسليم السلاح لن نقوم بتسليمه، لن نقوم بتسليمه. إذن هناك رغبة بنشر الفوضى، هناك رغبة بالاستمرار بحمل السلاح تحت حجة احنا تدافعنا واحنا سوينا. طيب الحاجة لكم انتفت الآن، وجود هذه الميليشيات بالشارع لا معنى له. العراق المفروض بقوات نظامية، جيش وشرطة واستخبارات وغيرها، وبالتالي هي التي ولديها معدات طبعا، هي التي المفروض تسير شؤون البلاد من الناحية الأمنية. ما سبب استمرار هذه الميليشيات بالبقاء واليوم يهددون بحرق العراق إذا لم يحصلوا على المناصب؟ في أي مقاومة وأي تبلي تتحدث عن أنه نازل تتبلاهم؟ أفعالهم مفضوحة ولا يحتاج الموضوع إلى تفسير أكثر. منو يانا اتصال؟ اتصال يا شباب. السيدة أم محمد من بغداد، تفضلي. ألو، السلام عليكم خالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، الله يعطيك العافية. إيش معنى هم جماعتهم ما قتلوهم اليوم؟ أي إيش معنى المتظاهرين الوطنيين طلبوا على حقهم قتلوهم اليوم؟ نعم. ليش؟ من خيبتهم، لأن ما حد ما انتخبهم، ما حد ما صعدهم، من خيبتهم السوداء. نعم. طلعوا. هو احنا المسالمين اليوم كتلوهم، بس ان شاء الله الشعب هو المنصور، هو ان شاء الله دولة قريبا جدا سينسحلون. اي والله. نعم. اي والله جاه النبي محمد ان شاء الله ايامهم قربت. سيدة ام محمد، سيدة ام محمد، اليوم احنا نسأل، هذا الكاظمي اللي اجى وراح وانتهت فترة حكمه وما حاسب القتلة المتظاهرين، وهو وعد من اول يوم استلم لغاية اخر يوم قبل لا يسلم ويستلم هسه مرحلة انتقالية أو حكومة تصريف أعمال، ما حاسب قتلة المتظاهرين، وذول اللي جابوا الأحزاب اللي جابت للكاظمي بالتوافق وعلى رأسهم مقتدى الصدر
ما حاسب قتلة المتظاهرين، اصلا هو متهم بقتل المتظاهرين. هاي الحكومة القادمة، الحكومة القادمة شلون حيكون شكلها وقتلة المتظاهرين من الاحزاب نفسهم هم اللي دا يحكمون؟ يوم محمد، نعم، هو شيخ الكذابين على قولة الأستاذ علي عزيز. نعم، هم كذابين، هو مجرم، هو دي يستر عليهم، هو دي يستر على هاي الطبقة الفاسدة. نعم، وهاي الحكومة هسه راح تجينا، هاي بعد الله شاهد، هسه إذا ناكل لنا خبزة، إذا نشرب لنا هسه مي فباكو بعد نهائيا، الخبزة راح تطير، الضيم راح يصير في الشوارع، القتل راح يصير في الشوارع. هم شنو سوونا يا استاذ محمد؟ شنو سوونا يا قتل قتل قتل؟ نعم. من الكاظمي الى عادل عبد المهدي، من 2003 لحد الان شنو خلوا للشعب؟ شنو سووا للشعب؟ نعم يلا. لا استاذ محمد، اليوم طلعت الله شاهد دا اشتري ملابس لابني، ما اقدر يعني 100,000 شنو 100,000؟ دن اكو ناس حاصل عليها اللقمه، دن هاي مدارس جتي ما يفكرون بهاي الناس، ما يعني قلبهم ما يرفع على هاي العالم، دن هاي مقتدر راح يجي علينا وراح يصعد علينا، ايش راح يسوي لنا؟ ايش راح يسوي بالبلد؟ صحيح. سيدة محمد، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد، ويانا سيد أبو حسين من الرمادي. فضل يا أبو حسين، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، إذا سمحت لي أطلب من الأخ أبو أحمد اللي قبل شوية، أريد يعرف لي كلمة الإرهاب شو؟ نعم، يعرف كلمة الإرهاب. طيب، هذا السؤال، هذا سؤال حطرحه على السيد أبو أحمد إذا عاود الاتصال بي. رأيك بالذكرى الثانية لتظاهرات ثورة تشرين والغاية اليوم، ماكو أي جهة تم محاسبتها من الجهات اللي قتلت المتظاهرين؟ أستاذ محمد، إذا سمحت لي أريد بس يوضح لي دول القتلة والمتظاهرين إرهاب لو شنو؟ نعم، بس خلي ينطق هاي الكلمة. احنا هسه حنخابره يا ابو حسين حتى ننطي حريه التعبير عن رايه، وان كان هو قد يكون توجهه معارض، لكن في النهايه يعني احنا عندنا الفرصه انه احنا نخليه يشارك ويدلي برايه. وحضرتك ايضا هذا السؤال كان يطرحه عليه، تعريف الارهاب، وهل من قتل المتظاهرين تعتبرهم ارهابيين؟ تفضل يا سيد ابو حسين. هو السؤال هذا له، اوجه السؤال الثاني الى الحكومه. اذا اكو حكومه واكو سياده، يا اخي اكو شغلات تعمل الارهاب. نعم، سؤال الشعب اللي يودون به يمنع يسوي، هذا مو اصعب للارهاب؟ نعم. سيد أبو حسين، أريد رأيك أو جوابك على سؤال طرحته السيدة أم محمد من بغداد قبل شوية. قالت ليش لما طلعوا الثوار تشرين والعراقيين يتظاهرون للمطالبة بالوطن، جاء الطرف الثالث والقناصة وقام بقمعهم مع القوات الحكومية، ليش اليوم لما نشوف إحنا أنصار الميليشيات أو أتباع الميليشيات اللي دي يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء ويهددون باقتحامها ويهددون بحرق العراق إذا ما تحققت مطالبهم بإعادة مقاعدهم أو مناصبهم أو كذا، ليش دولة الطرف الثالث بعيد عنهم، الطرف الثالث والقناصة مدى يستهدفوهم؟ سيد أبو حسين، للأسف فقدنا الاتصال. طيب، عاد السيد أبو أحمد من بغداد. أبو أحمد حياك الله، احنا خابرناك يا أبو أحمد، ننطيك الفرصة لابداء رايك بالموضوع، تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم استاذ ورحمه الله. وعليكم السلام، حياك الله. استاذ، بخصوص الاخ من الانبار اللي يسال عن المتظاهرين اي والقمع والقناصين، انا واحد من الناس اي اقسم بالله، اقسم بالقران وكل حرف بالقران، اول واحد طلعت بساحه المتظاهرات انا واخواني واهلي. نعم، لأن جوعانين ورواتب ماكو، تعيين ماكو. طيب، مو صحيح؟ طيب، أخذنا فترة بعدين صارت دعم مادي من طرف فلان ومن طرف فلان، ويوزعون فلوس. طيب، ودعم أقسم بالله
على كل كلام أقوله. طيب. بعيني وبإذني وما أحد نقل لي من الساحة، أقسم بالله. طيب. داعت أمي. فيا أستاذ. يعني شنو يعني شنو فلوس؟ يعني شنو الدعم مادي؟ شنو معناها الدعم المادي؟ الدعم المادي ينطون الشباب، الشباب اللي عاطلين عن العمل، نعم. اللي ما عندهم عمل، اللي أهل الدراجات، أهل السكوتات، هاك فلوس، روح خرب، روح عطل مدارس، روح أحرق. طيب. روح أحرق. روح. طيب خرب. أنا أريد أسألك واحدة 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 واحدة. أولاً ذكرت روح خرب وروح أحرق. اذكر لي مكان واحد، بناء واحد، بناء واحد تم حرقه عن طريق المتظاهرين في ثورة تشرين. اذكر لي مكان لو سمحت، إذا تقدر تأتيني بالدليل على هذا الكلام. محافظة ذي قار. محافظة ذي قار وين؟ محافظة داخل المحافظة، مركز مبنى المحافظة. شوف سيد سيد أبو أحمد، عرضنا وطبعا الموضوع وتقدر ترجع للحلقات وللأرشيف وموجود هذا الكلام في مواقع التواصل أيضا، كثير من اللقطات كثير من اللقطات مصرف الرافدين وغيره من مباني حكومية ووزارات، وتم توثيقها بالهاتف كيف أن القوات الحكومية والميليشيات هي اللي تضرم النيران بها حتى تذبها برأس المتظاهرين. هاي واحد. اثنين، وفق القانون الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق للمتظاهرين المضربين إشعال الإطارات في الشوارع احتجاجا وتعبيرا عن غضبهم، يحق لهم. وبالتالي موضوع اللي كانوا يسووه المتظاهرين في ثورة تشرين ما كان له علاقة لا بالتخريب ولا بغيره، مجرد طرق سلمية للاعتراض، وهذا اللي صار. تفضل أستاذ. أنا بالشارع وأنا ويا المتظاهرين، نعم، قلت لك والله العظيم تظاهرنا وحرقنا سيارات وطارات، بس ما بعدين من صار تخريب وقام ناس تجي أطراف ما نعرف منين ما منين تحط فلوس للشباب، انسحبت الناس الزينة، الناس اللي تريد تعيينات، اللي تريد حقوق، نعم. الناس هاي انسحبت، وأقسم بالله العظيم حرقوا مجلس محافظة، حرقوا هيئة الحشد الشعبي، حرقوا دوائر هواية. طيب ليش حرقوا هيئة الحشد الشعبي؟ ليش برأيك؟ حرقوها تخريب. تخريب. ليش برأيك استهدفوا الحشد الشعبي؟ استهدفوا لأن هم مغرضين وجو وتابعين للسفارات الأمريكية وغيرها. نعم. أنا ليش اليوم طيب سؤال أبو أحمد، الحشد كثير من الفصائل ولاها المطلق لإيران، وهي تعلن هذا صراحة، وكثير من القيادات قالت هذا الكلام على وسائل التلفزيون، على القنوات الفضائية، وقالت بأنه إذا صارت، حتى واثق البطاط أشارهم طبعا قال إذا صارت حرب بيننا وبين إيران أنا أوقف ويا إيران. تمام؟ تمام. هذا الكلام ليش ما يقول العراقي، أو ليش تستكثر على العراقي أنه يقول ذولا الميليشيات هم فعلا أبناء السفارة، هم أبناء السفارة الإيرانية اللي تحركهم يمين ويسار؟ أولين، نعم، الجمهورية الإسلامية أنا لا راتب من عدها، أي، ولا عندي أي دعم لا مالي ولا معنوي. طيب. بس اللي نشوفه واللي ولدنا يحشون عنه، أي، واللي مجاهدين يرحون يقاتلون بالتواتر وبالمحافظات الشمالية، والله العظيم اللي يحاربون بندقية وبندقية الثانية الإيرانيين، والتريلات والأسلحة والعتاد، نعم، اللي إجا من إيران، نعم، وتصوير ومقاطع فيديو ويحكون وياهم. طيب. يا دولة خليجية لو عربية لو أمريكية إجت وقفت ويا الحشد من طب داعش، التكريت والموصل والأنبار، منو ليش العالم ليش الصحف الدولية، ليش المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش، مثل منظمة العفو الدولية، مثل تقارير الأمم المتحدة، تحدثت وقالت بأنه الحشد الشعبي ارتكب انتهاكات وجرائم في المحافظات المنكوبة ترقى لتكون بمستوى جرائم وانتهاكات داعش، منظمة رصينة ولديها مصادرها ومنظمة معروفة مثل هيومن رايتس ووتش معنية بحقوق الإنسان، لماذا تقول هذا الكلام؟ شعدها ويا الحشد. المنظمات اللي تحكي عنها استاذ منظمات والله العظيم ناس مدفوعين وخايفين من الحشد. خايفين. والحشد اللي شعليها شلون خايفين من الحشد وهي في اقصى اوروبا؟
شو عليها بالحشد؟ اللي ما قلت لا امريكا ولا بريطانيا ولا اي دوله. نعم. طيب سيد ابو احمد، اني يعني الوقت انتهى حقيقة، وقت البرنامج انتهى، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، انطيت رأيك بهذا الموضوع. السؤال هو ليش تلجأ الجهات اللي تدافع عن الحشد، الأشخاص، الأفراد أو الجماعات اللي تدافع عن هذه الميليشيات، وهي ميليشيات خارجة عن القانون وفق الدستور اللي هم واضعي، لأنه المادة التاسعة الفقرة باء في الدستور الحالي الموجود في العراق اللي يسموه الدستور العراقي يحظر تشكيل فصائل مسلحة أو يحظر حمل السلاح خارج إطار الدولة، وبالتالي كل من حمل السلاح خارج إطار الدولة هو باطل شرعا قبل أن يشرعا أصلا في القانون، فهذا طبعا موجود بالدستور بس ما حد اعترف به. النقطة الأخرى، لماذا يتم دائما تبرير ما يحصل من تجريم لهذه الميليشيات، أنه تخرج المنظمة الفلانية بتقرير معين يقول هذه جهات مدفوعة، يتظاهر العراقيون يقولون كلا للميليشيات، يقولون هؤلاء أبناء السفارات، لماذا هذه دائما اللغة التي تستخدم لتبرير الجرائم والانتهاكات؟ لماذا لا يوجد اعتراف بالأخطاء الموجودة والتي ارتكبتها هذه الميليشيات؟ وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.